الكرة اللي بعد كده برضو كانت تسلل على الأهلي. الكرة دي تمام برضو هنا بقى المساعده عملت ديلي لان المسافه قريبه او بمعنى صح قريبين للمرمى فاستند شويه. المسافه قريبه برضو، المسافه مش كبيره وفي نفس الوقت قريبه من المرمى، عملت ديلي. كمل على طول، نكمل مع بعض، كملوا الكرة. والتسلل موجود خلاص، هي برضو هتلاقي الرايه ما طلعتش واستمر اللعب، استمر اللعب، ولما الكره دخلت الجون راحت رفع الرايه والتسلل ونهب بقى للمراجعه. ممتاز، عشان قربنا من الجون فبتبقى الديلي بتاع الرايه بيبقى موجود. سهل. تمام. اللي بعد كده دي لقطه زي دي ما ينفعش تعدي بدون انذار، يعني المسك الواضح ده بالمنظر ده لبيرسي تاو كان لازم ركله حره مباشره وانذار، انذار مستحق، منع تقدم المنافس، والمسك بالمنظر ده لازم ما ينفعش تعدي بدون انذار، هو ما اداش انذار فيها. وده كنت مستغربه، امريكا الجنوبيه الحاجات دي على طول الانذار بيطلع، فهو بسرعه جدا. فاستغربت في اللقطه زي كده، ده كذا لقطه بالمنظر ده ما اداش فيها انذارات، بس هي جت سليمه برضو ان كان هيبوظ لها الماتش لو، بس طبعا بالعدل يعني. لا انا اتكلم في الاصل. بالعدل انا فاهم. الانذار يجي ترفع، ما اصل انا بقلق من حكام امريكا الجنوبيه في لحظه في اول الماتش يترد لك اربعه عادي جدا. ممكن ما فيش باظ، لكن ما دام مستحق يطلع. ما طبعا يعني طبعا فاهم.